Devotion is fickle. Good aim gets results. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وإن شاء الله تنبسط. When you become 30, come talk to me. When you become 30, 32, come talk to me. Allah يرحم لي أبوك. Don't say shit. Yeah, everyone yes. You saw in yeah, the yeah, YouTube yeah, saying yes. That age doesn't matter. Don't say shit. 35. يعني I promise you, man. You start doing naps. All your body parts hurt. مكسر الريست، مكسر المرفق عندي والله. لا لسه ما لحقت، انت ما شفت شيء. خلي بعد الثلاثين ما في rejuvenation. Your body does not heal. It becomes worse and everything becomes slower, man. And whether you like it or not, it's gonna happen. انا عندي الكل يقول لي اني شايف يعني. انت شايف ايوه، انت تصرفاتك تصرفات شايف فعلا يعني. It gets worse after 30. والله it gets worse. والله. I feel like I don't know. Just people have a 30. لا 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 لا. أنا عندي تندنايتس في 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 شو اسمه في يدي. تشوف إني لابس هذا اللي في يدي وحديدة. والله ما أقدر أحركها يمين يسار. تألم لو أحركها يمين يسار جيم واحد. تألمني طول الليل ما أنام. فغصبا عني ألعب وأنا عندي زي الإعاقة. أمشي بالماوس بأصابعي. فاهم؟ مرة ضايقني بس خلاص عودت نفسي عليها وانتهينا. عادي يعني مثلا ايدك انت تعورك هذا شيء ممكن. ما هو انا ما صار معايا الا في الثلاثينات. انا ما صار معايا في العشرينات. انا اقول لك شفت مثلا الشغله هذه من المعصم كذي، انا جاتني فتره هم كذي. انا ما رضيت تروح والله، اربع سنين يا حبيبي ما رضيت تروح. الله يمتحن الشيطان. It gets worse it gets better. بعدين جاني التنس البو المرفق، جاني كيوبيتال تنل. كيوبيتال تنل الالم في المرفق مش في المعصم. يعني ما اقدر اضغط عليه، انا ليش شوفني احط مخده تحت يدي عشان بس اضغط عليها تألمني، وبعدين تجيني تنميله في اصبعيني الصغيره. اصبعيني الصغيره تنمل، ما احس بيها. يس فاي ام ثينكينج اباوت سيرجريز اول ذا تايم فيها صراحه للاسف. هذه الشغلات ديفينتلي تاثر على اني ثينج يو ثينك از بوسيبل. طبعا حياتك الطبيعيه تتاثر مو بس يعني فك بس هذه يعني حقك انت ومنتو، هذه شغلات خاصه يعني فيكم مثلا. لا لا لا، هذه مرضى العصر. هذه كل اللي بعمري اللي يسوي اللي انت بتسويه. يعني شوف انا شغلي كمبيوتر، تمام؟ كل المكتب حقنا، كل اللي شغلهم كمبيوتر عندهم نفس المشاكل حقتي. بالضبط نفس الشيء. انتو كل الجيل الجديد هذا اللي كمبيوتر طول اليوم، يو ار باوند تو هاف ذا سيم بروبلمز. These are repeated. اسمها repetitive motion injury. It's not something genetic. It's just from the misuse. لا جلسة صح لا. هذه كلها جيتكم أنتوا في الطريق. وفو أنا أقول له وفو عمرك 19 سنة. وفو بالطريقة هذه أنا قلت له 24 25 أنت عندك يا ابني. خف على نفسك، خاف الله في نفسك. يعني أنا وأنا في عمركم ما كنت يعني كنت ألعب 16 ساعة في اليوم صحيح يعني، بس مو كل يوم. وما كان عندنا الكمبيوتر ولا كان عندنا الشغلات دي. اوكي زين ادهم هندت ويتشات، ماني ما احب ادهم يعني ادهم الوحيد اللي من قبل كان شوي عنده اهتمام، عرفت يروح نادي وكذا. اي لازم، انا نفس الشيء، انا اروح نادي والى الان ترى اجري واتحرك ووزني كويس وجسمي كويس واشيل اثقال خفيفه عشان احافظ على صحتي. ما انا ماني من الناس اللي شو اسمه مضيع ووزني فارط وفي مشاكل. في غيري كثير عندهم مشاكل اكبر، بس المشاكل اللي انا بواجهها اللي بتكلم عنها مشاكل العصر. الرقبه، الاسفل الظهر، والمعاصم والريست، هذه كلها بسبه الكمبيوتر والشاشات والتعامل مع هذا وجلسه البطاله. وانا قلت لك وانا محافظ، يعني انا من الناس اللي منتبع على نفسي يعني، فما بالك ال I promise you it's gonna get worse. اذا ما تنتبه على نفسك it's gonna get worse. اذا تنتبه وتحفظ يعني تحفظ يدك تحفظ هذا، بالعكس ربي يعطيك طول العمر والصحة والعافية. ما في كلام، of course لازم. This goes without saying حبيبي، ما في كلام. يعني
I claimed the draft, not MA. Like gameplay wise, you guys played really well, except the first game, I think. But the draft, I know it's not like touching stack pool. Like champion pool issues and stuff, so I understand. All yours. Yeah, I know. So like draft, you had. You want to take it? I'll leave it. I need to run back. Okay. Yeah, guys, have fun. Bye bye. Okay, bye. I think it's Rassana WSN. She said, yeah, she said 100%. Mid. I don't think he's taking it, and I think I ulted here, huh? I ulted here, don't move, right? No, I don't ult him. Ult him, just kill him. Good. Two game. بديك كلات بلاش يا خويتي تسرق مني كلات. شايف كيف الفرق بين يلا. يا سازع كلات على العيال انا يا عيال. عندي تلعب 1v2 2v1 مومنتو بالي على المايك من الحماس؟ لا مومنتو اظن المايك حقه كذا يعني مومنتو 1v2 I'm actually thinking you are trying mobility works, not your by the way. Thank you. I don't see Lucian by the way. What the easy I don't go. I'm here. Thank you, why double me, guys? I thought I had ulti action. Of course. Okay, nice. Action plus. Okay. Here, listen. Oh, he comes. Shovel, imagine. Okay, أحمر. لا كنت أسوي على ثريش والله. لقيت على تحت. إيه أدري. بس أحول. What do you think about the new team Sahara Gaming? Can they compete with NB and Co? No, they're not close. But they are good. يعني, plus we don't know who's their top yet. Let's end the hand. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit.